راكب من الدنيا ولا الأحوال، ولا قلت لي أو إيه وإمتى وكم. اللي واحد في الدنيا بتضمه كأنك أنت أبوه أو أمه. اللي واحد في الدنيا بتضمه كأنك أنت أبوه أو أمه. ربع الغلابة وشمعة الأيتام، أنت القوي وتحنن العاصي، تلوي دراع الدهر لو قاسي. أنت القوي وتحنن العاصي، تلوي دراع الدهر لو قاسي. ولا تكره إلا واللي فعل حرام. الله أي الله أي الله أي الله. عاقل وعارف إن الزمن قران، سلطنك ابدا ما تتسلطن. عاقل وعارف ان الزمن قران، ويسلطنك ابدا ما تتسلطن. ولا تنخدع بزهوة الاحلام، واقف ما بين الحق والباطل. تلعبك الدنيا لكن فاضل، ولع القنديل بكل نار. سيرة ومهما حاولنا نحكيها نرفع ضغطها ونجلي معانيها. سيرة ومهما حاولنا نحكيها نرفع ضغطها ونجلي معانيها. شايفني محقوقة يا شمس؟ ياما ملوش لزوم الكلام السعادي. اهو ده اللي كنت عاملة حسابه. أنا محقوقة لك يا شمس. ياما أنا ياما قلتلك طولي بالك عليها، دي عيالة صغيرة لا راحت ولا جت. عاجبك بقى جرصتي وسط الناس دلوقتي؟ أكن اللي مقدرك فوتانها البيت، وانا اللي كنت فاكره انك هتشتري رضايا بالدنيا وما فيها. يا خساره يا خساره شقاكي يا فله. ياما ايه اللي يرضيكي اكتر من كده عشان اعمله؟ اقطع لك خبرها ولا اطلقها لك؟ تطلقها لي انا يا شمس؟ ياما اعمل ايه عشان ارضيكي اكتر من كده؟ لا والله عداك العيب، خلف عاشور الناجي ما راحش بلاش، عليه العوض عليه العوض يا اخويا ومنه العوض. طيب طيب انا جاي اهو. مين؟ افتح يا ولدي. حاضر. خطوه عزيزه يا سيد المعلمين. روحي جيبي قمر وتعالي على طول دلوقتي الساحه دي. نفذي اللي بقولك عليه. حاضر يا سيد المعلمين. بالاسم. والله اللي سمعتيه. انت عايزه بعد كل اللي حصل ده وانا اروح له لغايه عنده برجليا؟
خلاص يا حبيبتي انت حره براحتك، عايزه تنزلي معايا اهو الشاب مستني، عايزه انا اروح اقول له مش عايزه تشوفك ولا تقابلك، انت حره براحتك. ليه هو فاكرني ايه؟ فاكرني بنت من اياهم؟ بنت من بتوع الشوارع؟ فاشر قاطع لسان اللي يقول عليكي كلمه زي كده يا ست الستات وقمر الامارات. طب يا اليها انت كده، افرض نزلت معاكي دلوقتي الناس تقول ايه؟ يهوه انت هتقعدي يا اختي تفكري في الناس وفي كلام الناس؟ طبعا، افرض حد شافني معاكي وانا نازله في انصاص الليالي كده يقولوا عليا ايه؟ يا اختي يقولوا اللي يقولوه، وبعدين انت مالك ومال الناس؟ ما تدوري يا اختي على مصلحتك انت، انت رايده تشوفيه ولا ما انتش رايده تشوفيه؟ قولي يا حبيبتي، المهم انت. ايوه بس انا هروح اعمل له ايه؟ اهو تقابليه تتكلمي معاه تشوفيه عايزك في ايه وعايز يقولك ايه. ما انت عارفه كويس هو عايزني في ايه وعايز يقولي ايه. براحتك يا اختي، فوتك بعافيه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، انت هتمشي كده وتسيبيني من غير ما اخلص كلامي؟ اعملك ايه يا اختي، ما انت هتقعدي ترغي، النهار قرب يشقشع يا حبيبتي، هنقضيها رغي وكلام. طب قولي لي اعمل ايه يا ام عيوش. والله يا اختي الراي رايك والشوره شورتك. لا لا انا مش ممكن اعمل كده ابدا، لا يعني لا. طب خلاص يا اختي بلاش تتزرزري عليا قوي كده، هو كان حد غصبي يعني؟ ما كنتيش ناوي تيجي الحقيقه؟ اه هون عليك يا بت. مش معنى انا هونت علي. انت عمرك ما هونت علي، انت جوه في القلب. لو جوه في القلب زي ما بتقول ما كنتش عملت اللي عملته. ليه وانا عملت حاجه غلط؟ اسأل نفسك. سألتها وقالت لك ايه؟ قالت لي قمر قمر قمر. عشان كده سبتها ورحت اتجوزت اللي ما تتسمى. وبعدين معاكي بقى، انا جاية مشتاقة بيت، بدل ما تضميني في حضنك وتراعيني بحبك جاية تقلب عليها المواجع. معاش ولا كان اللي يقلب عليك المواجع؟ طب ده انت حبيبي. الله وليها ده. اوعى كده مالكش دعوه بشعري. يا سلام. ايه هني مالها تتكلم؟ بجد بجد حرما مقدما. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه وحي على الفلاح. قد قامت الصلاه وقد قامت الصلاه.
انت؟ غضبانه يا اختي في بيت اهلها. الوليه حماتها قالت لي الكلام ده بعظمه لسانها. انت سبحتي رحت لهم؟ يا اختي كان ليها طلب عندي، قلت افوت عليها قبل ما اجيلك. ام ربك كشف المستخبي. اتاريه؟ انت بقى ناويه على ايه؟ هنضرب على الحديد وهو سخن ولا هنسيبه في انانيه لغايه ما تيجي الخايبه وتشتريه؟ انت غرضك يعني فتحه في الجواز؟ يا اختي ما يكرهش الحلال الا ابن الحرام. فتحيه حبيبتي، حاكم اللي اسمه شمس الدين ده عامل زي النجوم في السماء، بعاد وقريبين في نفس الوقت. فهمتيني يا اختي؟ طب قولي لي اعمل ايه يا ام عيوشه؟ تعالي يا سيدي الرجاله. فين؟ اديني ودنك، عايز اقولك على كلمتين. قولي وخلصيني. طب روح انت، روح انت. فوتك بقى. العافية. الله يعافيك يا ابني. يا خالق الليل والقمر، يا رازق الدود في الحجر، يا خالق الليل والقمر، يا رازق الدود في الحجر، قويني على اللي ما يتقدرش واهديني للي يتقدر. كنت مبيت فين ليلة امبارح يا شمس؟ عندنا سايبك طبعا، ما هنش عليك تفوتك ليلة عجمية بنت الدهشان. يما عقليها بس، ازاي اكون مغضب بنتهم وبيت عندهم؟ امال كنت مبيت فين؟ عمرك ما عملتها قبل كده؟ براحتك يا ابن الناجي، نام على الجنب اللي يريحك. بس انا كمان هنام على الجنب اللي يريحني. انا هتجوز يا شمس الدين. ايوه هتجوز. لا شوف حالي انا رخرة بدل حرقه الدم كل ساعه والتانيه اللي تقصف العمر دي. يا اما وطي صوتك للناس تسمع ويفتكروا ان الموضوع بجد. ما انا بتكلم جد يا سيد الرجال. تحب يجي يقابلك امتى؟ يا اما دي مش اول مره تجيبي السيره دي. ده لكون بجد. قولي انك بتهزري. ما بهزرش، وسبق ونبهتك. اسمه ايه؟ هو مين يا اما؟ سيب كتفي يا واد، انت اتخبلت. مين اللي ربنا عمى بصره وبصيرته وهيأ له شطانه انه يقدر ياخد مطرح الناجي ويدوس فرشته؟ مين اللي غلبان اللي امه داعي عليه؟ اسمه ايه ياما؟ الراجل طالب اللي حلله ربنا وعلى الشرع والسنة. اسمه ايه ياما؟ مش وقته تعرف اسمه. مين هو ياما؟ انطقي ياما باسمه. ياما مين هو؟ انطقي. أنا يا فاطمة؟ الآه يا سي عنتر. مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ وأنت يهمك في إيه؟ مين اللي قال؟ يهمني في إيه إزاي؟ عايزاني أسمع اللي افترى ده بوداني ومعرفش مين اللي قاله؟ ما هو اللي قاله مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة. إيه؟ قصدك تقولي يعني إن الحارة كلها بتقول؟ أنا عارفة لك بقى. ولما أنت مش عارفة ولا متأكدة بتتكلمي ليه؟ خايفة عليك يا سي عنتر، خايفة عليك يا جوزي، يا أبو عيالي. لا 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 اطمني. طمني خالص من ناحية دي، انت بخير وعيالك بخير وجوزك بكل خير، وبعدين انت بالنسبه لي ضفرك بحريم الحارة كله. ريحتني، الهي ريح قلبك. لا ارتاحي وارتاحي ونص كمان. ما انا كمان بقول عجايب بقى، ملقوش اشاعه يطلعوها الا على سي عنتر. ومع مين؟ خدمت الغرز. سلام، أنا مش مصدق نفسي، ده شيء ولا في الأحلام. مش مصدق نفسك ولا إيه درويش؟ طبعا ما صدقش نفسي. معقولة بعد الهجر والصد والرد تبقى مراتي على سنة الله ورسوله؟ ده شيء ولا في الخيال؟
يا درويش انا مهما طلعت ولا نزلت مديون لك بكل الفضل. فضلي ايه؟ ما تقوليش كده لا سمح الله. مش هي دي الحقيقه؟ انت اللي لمتني من الشارع وقويتني وعلمتني وربيتني وعملت لي قيمه في الغرزة. انت صاحب الفضل في كل الهلمة والعز اللي انا فيه دلوقتي. دي بس الكلام الخايب ده؟ ما هي دي الحقيقة. ده لولاك لا كان عاشور الناجي شافني ولا خدني. ما بلاش السيرة دي. ايه بتغير منه؟ انا اغير من الناجي؟ لا بس الله يرحمه يعني فيش وجه للشبه بينه وبينه. يا حبيبي انت ليه بتقلل من نفسك؟ انت ما تتخيرش عنه ابدا. ده انا بحمد ربنا انه هداني لصوابي ولقيتك قدامي ورجعت لحضنك وحنانك من تاني. يا حبيبتي يا فلة. ايه في ايه يا معلم درويش؟ هي راحت فين؟ هي مين؟ القهوة السادة. أبوك فين؟ عاوزه ليه؟ يا معلم دهشان! يو بالراحة شوية سرعت الواد. يا معلم دهشان! أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا ألف مرحب يا أهلا وسهلا. عايزك في كلمتين. خش جوه خش جوه اعمل القهوة. اتفضل استريح. خير يا ابني؟ ما سمعتش ان في حد عايز يتجوز امي. ها هي ايه العباره يا سيدي المعلمين؟ ما فاتش على ودانك موضوع زي ده؟ ودي معقوله يا ابني؟ ومين اللي اتجرأ على طلب زي ده؟ معرفش مين اللي اتجرب بس حصل. القهوة يا بت والسرباعي. انت ايه اللي مزعلك من حاجة زي دي؟ يعني ايه اللي مزعلك؟ قصدي يعني بين البيع والشراء يفتح الله. ان طلب قول له لا وخلاص. وهو مين اللي هيطلب يا معلم دهشان؟ طب وانت عرفت منين؟ أمي قالت لي بس ما قالتش مين. بتناقشك؟ ما انت عارف عقل الحريم. لا معلم دهشان أمي تعرف كويس أوي الفرق بين هزار وكد. والمرة دي بقى جد. بنتي يا جمال اسكتي اسكتي. مش الولية هتتجوز؟ ولية مين يا بت؟ حماتي يما. امشي خش جوه استني بس طالع بحاجة. امشي يا بت. مسافة ما ترجع بالسلامة هتلاقيني مستنزرك في القهوة. سك على القهوة يا بت. حصلت ألف بركة. اتفضل اتفضل يا معلم. حصلت ألف ألف بركة. مع ألف سلامة مع ألف سلامة. جميل هواي بسليمة يا رب. كأن اللهو الخاف اللي ما يتسمى ده كان جاي عشان حكاية أمه مش عشانك يا ضنايا. قال آه قطع هو وهي. هي آه إنما هو لا. إيه هتحن وتملي بعد اللي عمله؟ اللي ما عبرك اللي ما جبر خاطرك بكلمة. معلش يما الله يسامحه. عجايب انت يا بنت اتهبلتي في نافوخك؟ بتدافع عنه بعد اللي عمله ليه؟ باقي على ايه؟ ايه يما مش جوزي. شوف يا اخويا البيت هتفرسني. يما الحيطه اللي بيني وبينه خلاص هتنهد. حتت ايه يعني امه؟ امه يما بدل هتتجوز يبقى هتغور وتحل علينا ونرتاح منها ويرجع لي بقى ابو عيالي يطلب الود من تاني. عشم ابليس في الجنه. ليه بس يما؟ ما تخليكي جنب بنتك. واذا كانت بنتي هبله مش فاهمه من الكلام اللي سمعناه من جوزك وابوكي ان عريس الغفله اللي جاي مرفوض. مين بقى اللي قاله انه مرفوض ومين اللي رفضه؟ جوزك ابن ام شمس. حتى لو ده حصل ما فيه غيره. غيره؟ غيره مين يا بنت؟ اي حد تاني
المهم ان فكرة الجواز دي موجودة من اصله، ما كانش النهاردة هتبقى بكرة، ويرجع لي بقى ابو عيالي بعد بكرة. طيب مين هو؟ امك محلفاني على كتاب الله. يعني تعرفيه؟ زوري، سيب زوري، حرام عليك، هتحرقني، حرام عليك. عظما عظما، انت ما قلتيش هو مين اخر يوم في عمرك. طب وكتاب الله اللي انا حلف عليه؟ مين هو انطقي؟ حنطه، هتكلم هو. مين؟ سعنطر الخشاب. السلام ورحمة الله. تعالى تعالى اقعد هنا جنب المعلم الشيخ محمود. انسون لعمك محمود يا قلة. حاضر يا معلم. خير 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 يا سيد المعلمين، ربنا وحده اللي يعلم انا قمت من على الفرش ازاي. تطلع على بيت الخشاب دلوقتي تبلغ البغل ابنه، تقول له شمس الناجي بيقول لك ما تعتبش عتبة بيتكو، فاهم؟ حاضر، هبلغه. تأمره مش تبلغه، ولو شفت سحنته بره بيته هيتم عياله. حاضر حاضر يا سيدي المعلمين. انت كنت تعرف بالحكايه دي؟ حكايتي لا مؤاخذه. ينسون عم محمود يطفحه بعدين. اتفضل روح نفذ اللي قلت لك عليه. طب طب ما اطفحه الاول وبعدين اروح انفذ اللي قلت لي عليه. محمود يا طيف. عمرك 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 يا سيد المعلمين، عمرك عمرك. يلا كل واحد يروح لحاله. روق وتصلي على النبي يا معلم، واخزي الشيطان كده. نار نار في صدري يا دهشان، عمري ما تخيلت في يوم من الايام ده ممكن يحصل. راجل غريب يخش على روق. امال مش عاوزين الريحه تفوح؟ حق دي لو فاحت احنا مش شعنا له الانذار وخلاص، يا يلايمها ويلزم داره يا اما ذنبه على جنبه. همشي شويه.
شمس يما اما اما يا ام شمس يا ام شمس عزيزة يا أم أغلى الناس يا مرحب يا مرحب وعهد الله لو أعرف لكنت دبحت معلم دهشان رقبتي أنا جاي أخد البيت لجوزها غالية والطلب رخيص بيت عجمية مش كان واجب المعلم شمس يجي ياخد البيت مكتم يا أولية ولا كلمة بيت عجمية نعم يا أم سلامتك ألف سلامة يا سي عنتر لو أعرف بس إيه اللي شغل فكرك أموريهم يعملوا لي ينسون يا فاطمة أنت مستني حد أمال يعني لابس هدوبك من الصبح وما خرجتش أعملي اللي بقولك عليه وانت ساكتة من فضلك حاضر يا سي عنتر اسمعي شيعي ولد من الخدم ينده لشيخ الحارة قولي له يجيبه في إيده في الحال حاضر راعي جوزك يا عجمية وشيليه في عينيك اللي فات مات يا بنتي احنا ولاد النهاردة انا ماليش بركة غير المعلم شمس يا خالتي وحقك علي واوعي تاخدي على خاطرك مني شيطان وراح لحال خلاص يلا بقى اعملي له لقمة زمانه راجع من شغله فاكر يعني ان انا ما عنديش كرامة وهرجع برجلي نفسي اعرف بس مين اللي داس على كرامتك هيكون مين غير العربجي معلم شمس ايوه يا سيدي المعلم شمس طب تعالي بس يا حبيبتي اقعدي وفهميني ليه الزعل ده كله تقدر تفهمني يعني ايه المعلم شمس ده يتحكم في امرك يتحكم في امر انا ده لسه ما اتخلقش ولا عاش اللي يتحكم في امري بعد ربنا ثم الخشاب امال معناه ايه الكلام اللي الناس بتقوله ده منعك تخرج من بيتك عيبك يا حبيبتي انك بتصدقي اي حاجه الناس بتقولها يعني ايه الناس كلها كدابه ايوه لا طبعا يعني الناس فاضيه يحبوا يتكلموا كلام فارغ وكلام فاضي اشمعنى احنا بالذات ان الكلام والحكي علينا بصي انا اعرف كويس جدا اخرس اي واحد يتجاوز قدره واوقفه عند حده خليك انت بس في حالك وخدي بالك من عيالك سيبيني انا اتصرف اسمعي يا امه من السعاده مفيش خروج من الدار وده كلام ما فيهوش فصال حكني في مطرحك لغايه ما الازمه تعدي واللي سمع من الناس ينسى انت جرالك حاجه في مخك يا ولا ازمه ايه وينسوا الناس ايه يا مقبول انت يا امه كفانا اللي جرى خلينا نسون سيره الناجي ونمنع الجرس قطع لسان اللي يجيب سيرتي بسوق وانا كمان اقطع خبر اللي يجيب سيرتك يا امه بس نحافظ على سيرتنا ما تفوق له روحك يا ولا انت بتكلم امك ولا شارب حاجه يا امه ابويا جالي في المنام ابوك جالك في المنام ايوه
ايه يا دناي؟ ابوس ايدك ياما، انا مش عايز اغضب ربي، لا اظلم ولا اتظلم، نكفي خيرنا شرنا احسن. يا ابني انا لما فتحتك في حكايه الجواز يعني ما تنطقيهاش ياما. يا حبيبي انا عايزك تعرف اللي تعاشر عاشور الناجي ما يملاش عينيها في الكون كله راجل تاني من بعده. اديكي قلتيها بعظمة لسانك. انا بس كنت عايزه افوقك يا ابن بطني، كنت عايزه افكرك ان ابوك فايتني امانه في رقبتك وانت ابتديت تفرط فيها. انا افرط فيك يا امه؟ واخره المتمه اعرف انك عايز روحك مع قمر بنت الشقره. الوليه خطفت الرجاله، ما خفتش من الحرام؟ هانت عليك سمعتي وسمعه ابوك؟ غلطت يا ام، ربنا هو الغفور. خلاص يا ابني، من قرب ذنبه غفر له ربه. بس معلش يا ام، انت مش هتخرجي من البيت اليومين دول بس لحد ما. لا انت فاكرني بخرج اروح فين يا ولا؟ يا ام هم يومين وهتفرق، خديني على قد عقلي ريحيني. طب وانت هتمتنع عن ال؟ همتنع وهنصلح وهتشوفي. اما اشوف ربنا يهديك يا ابن بطني. ايه يا ابني؟ انا حاسس ان عندك مشكله، اتكلم. يا شيخ منصور، هو ربنا مش غفور رحيم؟ طبعا يا ابني، هو في اوسع من مغفرته ورحمته. يعني لو حد غلط؟ ايه نوع الغلط؟ غلطه حريم. وضح يا ابني ازاي. غلطه مع حرمه مش في الحلال. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، اعوذ بالله من غضب الله. ليه يا ابني كده؟ لا زدنا الشيخ، مش عارف، انا ضعيف، الشيطان غلبني. طيب يا ابني الغلطة دي ما تتصلحش. يعني لو تصلحت ربنا يغفر لي؟ طبعا يا ابني، إن الله غفور رحيم، المهم إنك تتوب توبة نصوحة وما تعودش للذنب ده أبدا، وربنا يتقبل منك التوبة ويغفر لك إن شاء الله. يا رب اغفر وارحم وسامح، انت الوحيد اللي عارف ان التوبه هي نيتي، بس مش بايدي اصلح غلطتي. يرضيك يعني ان اربط مصيري ومصير عيله الناجي بواحده زي دي؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المعلم شمسي لازم يفهم إن عدم خروجي من البيت بيثير الشكوك والتساؤل بين الناس، وده ممكن يخلق لنا فضيحة تضرني وتضره. في الوقت اللي أنا ما أذنبتش، أنا طالب الحلال وبديله شرف الانتساب لاسم عيلتي، وإحنا عيلة مشافية. الشيخ منصور. إيه؟ إيه دخل الشيخ منصور؟ الشيخ منصور تعيش أنت. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوه بس إيه دخل ده في اللي إحنا بنتكلم فيه؟ الشيخ منصور كان في مقام الوالد لشمس الدين الناجي، وطبيعي هيحزن عليه. صح. محمود يا قطايف أنا مش فاهم حاجة. أخرج أخرج وروح لشمس الدين الناجي وعزيه في الشيخ منصور، وخد بخاطره، ساعتها مش هيسألك أنت خرجت ليه، وهي فرصة تقول له على كل اللي أنت عايزه بينك وبينه. صح. اسمع، أنا هسبقك على المعزة وأنت حصني، وما تخافش. أنا مش خايف يا راجل. أنت خلاص مادام مش خايف حصني حصني. دستور يا أهل البيت.
مشكور. فوتها كرامة للمرحوم. بعت له راجل من رجالتنا ياخده من قفاه يوديه على بيته ويفهمه يسمع الكلام. كفايه عليه كده. تخرج من البيت يعني؟ ده اللي حصل يا والدي. كان عندك كل الحق في كراهيته. وايه السبب؟ بينك وبينه ايه؟ السبب كان بلغه يعني اني طالب الجواز من الست والدته. طالب ايه؟ ما هو انا كنت ناوي افتح حضرتك في الموضوع، بس كنت منتظر موافقه شمس الدين الاول على طلبي. وبعدين تتجوز مين؟ تتجوز امه؟ ام العربجي؟ انت اكيد اتجننت يا ولد. وبعدين انت متجوز بنت ناس ضفرها برقبتك، تتجوز عليها ليه ومن مين؟ خدمت الغرز؟ احنا ما نشغلهاش جارية عندنا. تستاهل ما يجرالك جزاء طيشك وخبلان عقلك. خليك قاعد محبوس مع الحريم هنا. طب واشغالنا يا والدي الوكالة؟ انزل انا، في حل تاني؟ وده يصح برضه يا والدي، ابقى انا موجود وحضرتك يعني اشيع عجيب وابوس لك راسه لاجل ما يعفى عنك. خلاص ما تعملش حاجه يا والدي، انا هتصرف. روح قول له لا يقابلني ولا قابله. روح غور من وش السعاده. في ايه شمس الدين؟ مفيش حاجه يا امي، خش مطرحك رايح انت. لفيت اللقمه وليه؟ طبعا. امال ايه؟ تروح وترجع لنا بالسلامه يا رب ويرزقك برزقين قادر يا كريم. محدش يفتح الباب لاي مخلوق وانا بره. امرك. يو هو ماله؟ ما كان فله من شويه. الخبر بقى على كل لسان، والفضيحه بقت على قفا من يشيل، ولسه ليك عين تنكر؟ يا فاطمه ارجوكي، الموقف صعب مش محتمل اي مناقشه. ولا عتاب؟ ولا عتاب. طب هات لي سبب واحد بس يخلي العربجي يحبسك في بيتك الا اذا كان موضوع خدمت الغرز ده حقيقي. تاني هتقولي خدمت الغرز؟ امال هقول لك ايه يعني؟ الست هانم ست الحسن والجمال، سليله الحسب والنسب، مرات عربجي وام عربجي. يا فاطمه ارجوكي خفي عني شويه. لو كان لسه ليا اي معزه في قلبك حاولي تساعديني عشان نطلع من الحفرة اللي وقعنا فيها دي. الحفرة دي انت اللي وقعت نفسك فيها. بقول لك ساعديني. نفسي اعرف فيها ايه اللي قد امك دي عشان تبص لها. احلى مني؟ اقصل مني؟ فيها ايه ما هوش فيا؟ ارجوك كلمني، ما تسيبنيش اكلم نفسي لوحدي، هتجنن.
رسيني فهمني هنعمل ايه؟ هقول ايه؟ اللي فيه الخير يقدمه ربنا. معلم شمس، كلمة من فضلك يا معلم. أنا رايح أحمل بضاعة والمشوار طويل. طب ممكن نتفق على موعد نشرب لما ربنا يأذن. ها الله الله، عيني يا عيني، بتغني كمان؟ وما غنيش ليه بقى؟ وهم اللي بيغنوا احسن مني في ايه؟ مش خايفه يا بنت؟ مش خايفه لحد من الجيران ولا اهل الحاره يسمعوكي تبقى فضيحتنا بجلاجل؟ فضيحه؟ فضيحه ليه بقى؟ عشان ياخدش مرات معلمهم وفي توتهم بتغني. يا ساتر يا رب، انتي يا ننتي مش طايقه مني اي حاجه اعملها ليه؟ وعماله تهاجميني كده والسلام عمال على بطال. شوفي يا اختي البيت، انتي هترجعي تقلبي تاني يا بنت الدهشان؟ اقلب؟ اقلب يعني ايه بقى؟ يعني تتلككي يا اختي على اي حاجه عشان تتشكلي والسلام. اتشكل؟ يعني انا وشي شكل؟ اسالي روحك كده اهو. طيب يا ننتي انا سايبه لك الحته باللي فيها. سامعني يا محنم اللي فيها؟ مصيبة. شوف يا اختي البيت، شوف البيت بنت الدهشان هتعمل فيا ايه تاني؟ لا مؤاخذة يا سيدي. ايوه، في ايه؟ في واحد بره جاي من طرف المعلم شمس الدين وبيقول له انه عايز يشرف للمقابلة. خليه يدخل. وده عايز ايه مندوب شمس الدين؟ اصبر يا سيدي، دلوقتي هنعرف. لا مؤاخذة، أنا آسف إذا كنت قطعت عليكم قعدتكم. لا ابدا، خير، اتكلم. المعلم شمس الدين بيسلم كتير السلام وبقول لسعادتك الميعاد النهارده عند التبه القبليه في الجبل. التبه القبليه؟ ايوه يا سيدي. تشكر يا ابني. بالاذن يا سيدي. استنى، في حاجه يا سيدي؟ ما قالكش الميعاد امتى يا ابني؟ بعد المغرب. طيب مع السلامه. لازم يعني يعذبنا العربجي ابن العربجي. ليه يا سيد خشاب؟ انت عارف التبه القبليه دي تبقى فين؟ كبيرة والبطل إنسان باصت كأنه فرحة الفرحان. سيرة كبيرة والبطل إنسان باصت كأنه فرحة الفرحان ودمعة الحزن. القلب من غير باب، القلب من غير باب، بيدخلوا وبيطلعوا الأحباب. القلب من غير باب، بيدخلوا وبيطلعوا الأحباب. وانت سايبها لسيد الأكواب. سيرة كبيرة والبطل إنسان باصت كأنه فرحة الفرحان. سيرة كبيرة والبطل إنسان باصت كأنه فرحة الفرحان ودمعة حزنان. يطلع عليك الصبح يا صاحبي، بتتولد من تاني وبتحبي. يطلع عليك الصبح يا صاحبي، بتتولد من تاني وبتحبي. في زحمة الدنيا على الأرزاق، وفي المساء الآتي تعود راضي تحمد ولو تعود فاضي. وفي المساء الآتي تعود راضي وتحمد ولو تعود فاضي. طيب وقلبك سامر العشاق. للأهل والجيرة أشبه بنيوى الناس. إذا البشر سيرة سيرتك لكل الناس. سيرة كبيرة والبطل إنسان باصت كأنه فرحة الفرحان. سيرة كبيرة والبطل إنسان باصت كأنه فرحة الفرحان. سيرة كبيرة والبطل.